اهلا بيكم يا شباب في لسن جديد. احنا النهارده هنتكلم على جزء اسمه The Motion Graphs. الموشن جرافس هي طريقه من طرق المونيتورنج بتاعه الموشن. احنا كنا اوريدي خدنا طريقه اللي هي الايكويشنز اوف موشن. لو انا ماشي بكونستنت سبيد بستخدم سبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم، او احط اللي انا عايزه في الايكويشن دي سبجكت، او لو كنت ماشي بيونيفورم او كونستنت اكسلريشن كنت بستخدم يا اما في ايكوال يو بلس اي تي، يا اما s equal u plus v over 2 times t، يا اما v squared equal u squared plus 2as، او s equal ut plus half at squared. لكن لو انا عندي طرق الموشن مش constant speed ولا constant acceleration، او حتى ساعات في situations دي بنلجأ للموشن جرافس عشان ناخد details اكتر او نطلع الانفورميشن بطريقة اسهل. احنا عندنا two types of graphs mainly بندرسهم في السيرفيس بتاعنا، اللي هما distance time graph و speed time graph، بس هناخد جزء اسمه velocity time graph تبع ال speed time graph. خلينا نشوف الاول اول type من ال graphs اللي هو distance time. و by the way distance time يعني انا قصدي ال time على ال x axis، ال distance ممكن اسميها s على ال y axis بالمتر وهكذا. طيب انا دلوقتي لو قلت لكم ان انا عندي فور اكزامبل كنت واقف انا عند مكان معين وكان في حاجه بعيده عني ب 2 مترز ات تايم ايكوال 0، جاي عدي التايم معايا لان انا التايم على الاكس اكسس، فبقول التايم ماشي اليمين في الجراف، وكل مره اجي اشوف الديستنس بتاعت الاوبجكت ده مني الاقيها نفس الديستنس، يعني انا نفس الماجنتيود بتاع الديستنس من المكان اللي انا واقف فيه. طب لو انا عندي دلوقتي اوبجكت الديستنس بتاعته ما بتتغيرش من عندي، يبقى اكيد الاوبجكت ده ات ريست. طب لما اجي اشوف شكل الجراف بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ هلاقيه هوريزونتال لاين في ديستنس تايم جراف. طيب كيس تاني، سيناريو تاني، افرض ان انا كنت شفت اوبجكت وكانت الديستنس بتاعته في الاول مثلا 1 متر، وبعدها بشويه لقيت الديستنس بتاعته ب 2 متر، بعدها بشويه لقيت الديستنس بتاعته 3 متر، وعمال الديستنس بتاعته تزيد، يعني عمال يبعد عني، which means ان هو مش اترست او مش ستيشن، مش واقف، واكيد عنده سبيد. السؤال بس هل السبيد دي بتتغير ولا لا؟ لو انا ركزت كده في الجراف هلاقي ان انا ما بين كل بوينت والتانية على التايم اكسس عديت نفس التايم بالظبط، نفس التايم انترفال اخدته من كل بوينت للتانيه، ولو ركزت على الديستنس اكسس هلاقي ان انا مشيت من كل بوينت للتانيه نفس الديستنس. طب لو انا بكفر نفس الديستنس في نفس التايم يبقى انا ماشي with constant speed. يبقى لو انا ماشي with constant speed هلاقي جراف شكله عامل ازاي؟ هلاقيه straight line. طيب ايه اللي يحصل لو انا كنت accelerating؟ accelerating معناها ان السبيد بتزيد. طب انا هاخد نفس التايم انترفلز ما بين البوينتس اللي انا هعمل لها بلوتنج، لكن دلوقتي لو قلت لكم مثلا ان انا في اول تايم خالص كنت عند ديستنس زيرو، كان الاوبجكت واقف جنبي، بعدها بوقت معين بقى الديستنس قد كده، بعدها بوقت معين لقيت ان الديستنس الفرق بقى قد كده، ديستنس كبرت، بعدها الفرق في الديستنس لقيته قد كده، بعدها الفرق في الديستنس لقيته قد كده، كل شويه الديستنس بتاعتي بتزيد بس انا واخد نفس التايم انترفال. لو انا كفرنج مور ديستنس ان ذا سيم تايم يبقى السبيد بتاعتي از انكريسنج، وبقول ان انا اكسلريتنج. طب شكل الجراف هيكون عامل ازاي؟ هلاقي الكيرف بتاعي الجريدينت بتاعه بيزيد، يعني اولا مش ستريت لاين، مش زي الاثنين الاولانيين، هو كيرف والجريدينت بتاعي او السلوب بتاعي بيزيد، او اللاين becoming more vertical بيقف اكتر. طب لو انا كنت decelerating يعني ابتديت بسبيد عاليه وبعدين بقيت عندي سبيد قليله، هلاقي ان انا في الاول الديستنس اللي انا بمشيها كبيره فور اكزامبل كده في اول تايم انترفال، وبعدها بنفس الوقت هلاقي الديستنس قلت سنه، بعدها بنفس الوقت هلاقي الديستنس قلت سنه، بعدها بنفس الوقت هلاقي الديستنس قلت سنه، كل شويه I cover less distance in the same time which means ان انا decelerating او السبيد بتاعتي بتقل، هلاقي ان اللاين بتاعي برضه كيرف بس الكيرف بتاع السلوب بيقل decreasing مش
increasing او اللاين becoming horizontal، اللاين بينام مش بيقف. طيب دلوقتي لو انا عايز افهم ايه اللي بيحصل هنا لازم اعرف property مهمه في الجراف ده. في الديستنس تايم جراف لو جيت احسب سلوب او جريدينت، الجريدينت معناه change in y axis على change in x axis. طب ال y axis عليه distance، لو حسبت distance minus distance يطلع distance، وال x axis عليه time which means ان انا عندي تحت في الايكويشن دي time. طب مين اللي يبقى distance over time؟ ده ال speed. يبقى انا عندي حاجة مهمة جدا، السلوب هنا او الجريدينت بيريبريزنت السبيد اوف ذا اوبجكت. عشان كده في اول جراف كانت السبيد زيرو لان انا هوريزونتال لاين يعني السلوب بتاعي بزيرو. هنا كان عندي كونستنت سبيد لان انا ستريت لاين معناها خد الجريدينت في اي حته بين تو بوينتس هتلاقي الجريدينت زي ما هو which means ان السلوب كونستنت فيبقى السبيد كونستنت. هنا الجريدينت في الاول كان قليل بعدين زاد بعدين زاد وهكذا which means ان السلوب increasing يبقى السبيد increasing. في اخر واحد اللاين كان واقف وبعدين نام بعدين نام اكتر وهكذا يعني السلوب بيقل، ما دام السلوب decreasing يبقى السبيد decreasing برضه. فانا كده فهمت ازاي interpret الجرافز بتاعت distance time. طيب عايزين ناخد example، انا هرسم مثلا line curve كده بيrepresent motion بتاع object معين. For example الobject ده كان ماشي بالطريقة دي، عندنا different points sections كده الموشن فيها اتغيرت في الجراف. For example هسمي البوينت اللي تحت دي A واللي بعدها B بعده C D E. طيب انا عايز اعرف في كل case من cases دي ايه اللي بيحصل لو انا عارف ان ده distance time graph. Distance بالمتر، time بالسكند، ممكن تكون اي يونتس تانية في جرافس اللي هو يداني، بس المهم ان انا اكون فاهم ان على الواي اكسس distance على الاكس اكسس time. هكتشف ان انا عندي دلوقتي في AB الجريدينت بتاعي كان بيزيد لان اللاين كان بيوقف becoming vertical which means ان السبيد increasing او اقول ان انا accelerating. طب من B لC، من B لC انا عندي straight line يعني gradient بتاعي constant يبقى أنا moving with constant velocity أو constant speed. من C ل D هلاقي إن أنا عندي gradient بيقل لأن line can becoming horizontal line بينام. طيب gradient بيقل يعني ال speed بتقل يعني أنا ماشي ب deceleration أو decelerating. آخر حاجة من D ل E، الدي ل اي ده هوريزونتال لاين، هوريزونتال لاين يعني جريدينت بتاعه بزيرو يعني السبيد بزيرو، ممكن اقول ان انا اترست او ستيشنري. يبقى انا كده فهمت ازاي ادخل من بورت لبورت، ممكن الجراف بتاعي يكون فيه كذا نوع من انواع الموشن مش شرط تكون نوع واحد، بس المهم عرفنا ازاي نترجم الموشن هنا. الجريدينت هو السبيد عشان الجريدينت هو ديستنس اوفر تايم، واي اوفر اكس هنا ديستنس اوفر تايم. خلينا نشوف جراف تاني. عندنا نوع تاني من انواع الجرافس اللي هو speed time graph. By the way ده معناه ان time على ال x axis والspeed على ال y axis بالمتر per second او بالكيلومتر per hour ايا كان. طيب في ال speed time graph الgradient هو change in y axis على change in x axis يعني change in speed over change in time او change in velocity over time. ده الاكسلريشن. يبقى انا الجريدينت هنا مش زي الجريدينت في الديستنس تايم جراف، انا هنا جريدينت ايكوالز اكسلريشن مش سبيد لان انا السبيد اوريدي موجوده على الواي اكسس مش محتاج اجيبها من الجريدينت، هي اوريدي معايا من الارقام اللي هنا. طيب لو انا عايز اريبريزنت سمثينج اترست، اترست يعني ما بتتحركش which means ان السبيد المفروض تفضل زيرو، فانا هلاقي ان انا عندي object على طول السبيد بتاعته بزيرو no matter what time I take السبيد بتاعته. فهلاقي ان انا عندي horizontal line زي ال distance time graph بس لازم ال horizontal line ده يكون على ال x axis او عندي زيرو speed. الشرط ده ما كانش موجود في ال distance time graph. في ال distance time graph اي horizontal line معناه
addressed. لكن هنا horizontal line على الx axis معناه addressed. طب افرض يا مستر ان انا كان عندي horizontal line بس مش عند الزيرو سبيد، مش على الx axis، ده بيقول لي ان انا عندي value للvelocity هنا او value للسبيد، والvalue بتاعت السبيد دي ما بتتغيرش، which means ان انا عندي constant speed مش addressed. يبقى انا horizontal line ليها معنيين في السبيد تايم جراف، لو في اي حته تانية غير الزيرو سبيد يبقى انا ماشي بكونستنت سبيد. طب لو عندي زيرو سبيد او على الاكس اكسس اقول ان انا اترست على طول. طيب افرض ان انا دلوقتي لقيت ان السبيد بتاعتي ابتدت من زيرو، بعدها عاليت، بعدها عاليت، بعدها عاليت، بعدها عاليت وهكذا. طب اقول ان انا اكسلريتنج، بس في حاجه في الجراف ده ان شكله ستريت لاين. طب يعني ايه ستريت لاين؟ لو انا اخدت نفس التايم انترفال بتاعي وشفت السبيد بتزيد ازاي، هلاقي عندي نفس الانكريس ما بين كل بوينت وبعدها. طب لو انا الانكريس ان سبيد ثابت يبقى انا اكسلريتنج يونيفورملي او عندي كونستنت اكسلريشن. طب هل ده ممكن يحصل في الديسيليريشن؟ بس انا الديسيليريشن ببتدي بسبيد عاليه والسبيد بتاعتي بتقل. طب لو انا كل تايم انترفال نزلت نفس السبيد، نفس التشينج ان فيلوسيتي بس بالديكريس مش بالانكريس في نفس التايم انترفال، اقول ان انا عندي الجراف هيطلع شكله ستريت لاين، بس المره دي اقول ان انا ديسيليريتنج يونيفورملي عشان اوضح يعني ان السبيد بتقل مش بتزيد، فانا عندي كونستنت ديسيليريشن. واحنا باي ذا واي احنا كنا قلنا قبل كده ان الديسيليريشن نوع من الاكسلريشن، بس ممكن اقول عليها نيجاتيف acceleration عشان بتبقى عكس الدايركشن بتاعت الموشن، كان في واحد بيزقني لورا وانا ماشي بحاول امشي لقدام. طيب خلينا نطبق موضوع الجريدينت على الجرافس اللي تحت. انا هنا الجريدينت بزيرو، هنا برضو الجريدينت بزيرو، هنا الجريدينت كونستنت وبوزيتيف عشان اللاين مايل كده، هنا الجريدينت كونستنت ونيجاتيف عشان اللاين مايل كده. طيب خلينا نترجم ده لانواع الموشن اللي عندنا. جريدينت بزيرو يعني اكسلريشن بزيرو. طب لو انا مش اكسلريتنج يبقى السبيد مش بتتغير، ممكن تكون هي اصلا زيرو ومش بتتغير فانا اترست، ممكن تكون مش زيرو ومش بتتغير فانا ماشي بكونستنت سبيد. لو الجريدينت كونستنت معناه ان الاكسلريشن كونستنت، والبوزيتيف يعني معايا في نفس الدايركشن يبقى السبيد هتزيد. طيب gradient constant برضو يعني acceleration constant، ونيجاتيف معناها opposite للdirection بتاعت الموشن فانا السبيد بتاعتي هتقل. فانا كده عامة فهمت تأثير gradient على الجرافس بتاعتي وكله تمام، فانا عرفت ارسم اشكال الspeed time graph. بس في انواع تاني من الموشن اقدر اعرفها من الspeed time graph، ايه اللي يحصل لو كانت الاكسلريشن بتتغير؟ وده احنا ما خدناهوش في الايكويشنز، احنا خدنا كونستنت اكسلريشن بس. ايه اللي يحصل لو انا عندي increasing acceleration؟ increasing acceleration معناها increasing gradient، والجريدينت ده يكون بوزيتيف يعني باصص كده، يعني اللاين بتاعي هيكون نايم وبعدين بيقف وبعدين بيقف وهكذا، ده يديني شكل كيرف. فور اكزامبل في اول تايم انترفال زدت الحته دي بس في السبيد، وبعدين زدت الحته دي، وبعدين زدت الحته دي وهكذا، كل شويه الانكريس ان سبيد عمال يزيد. انكريس ان سبيد يعني اكسلريشن، والانكريس نفسه بيزيد يعني انكريسنج اكسلريشن. طب تقول لي ان ريل لايف ازاي ممكن اشوف حاجه بتعمل انكريسنج اكسلريشن؟ اقول لك مثلا لو انتوا بتتعلموا السواقه وواحد خايف يدوس بس بنزين في الاول هيدوس بالراحه، فالسبيد بتاعت العربيه مش هتزيد بسرعه، بس لقى ان العربيه مش راضيه تمشي كتير فقام دايس بنزين اكتر، فالسبيد بتاعت العربيه ابتدت تزيد اسرع وهكذا. كل ما هيدوس بنزين اكتر كل ما الريت بتاع الانكريس اوف سبيد هيزيد اكتر. طيب انا دلوقتي لو عندي ديكريسنج اكسلريشن ده عكس السيتويشن، يعني واحد بقى كان متحمس قام دايس بنزين جامد فقام في اول انترفال على طول السبيد زادت كتير، قام الراجل اتخض فابتدى يشيل رجله واحده واحده من على البنزين، فالانكريز ان سبيد ابتدت تقل تقل وهكذا.
طب لو انا عندي ال increasing speed بيقل يبقى انا كده decreasing، بس still ال speed بتزيد فانا لسه decreasing acceleration. فانا عندي دلوقتي عندي decreasing gradient مفروض يعني، ويكون الجريدينت ده لسه بوزيتيف لان انا ستيل انكريسنج اهو، الجريدينت بوزيتيف، اللاين باصص فوق ويمين بس اللاين عمال ينام، كيرف بينام. طب ايه اللي يحصل لو انا عندي ديكريسنج ديسيليريشن؟ ديسيليريشن مبدئيا يعني اللاين هيبص كده، السبيد هتقل، بس انكريسنج ديسيليريشن يعني واحد داس فرامل بالراحه لقى العربيه ما بتوقفش كفايه فابتدى يزود الدوسه بتاعته. فانا في الاول ما فرملتش كتير، السبيد ما نزلتش جامد، لكن كل ما ادوس اكتر على الفرامل كل ما الريت بتاع الديكريس اوف سبيد يزيد. فانا لو الديكريس انكريسنج يبقى انا عندي انكريسنج ديسيليريشن واللاين هيكون شكله كده. طب اللاين ده بيقول لي ايه كجريدينت؟ اقول ان الجريدينت بيزيد لان اللاين بيوقف، اللاين كان نايم وبقى مور vertical، فانا عندي increasing gradient بس gradient ده negative مش positive، اللاين باصص كده مش كده. طيب decreasing deceleration معناها decreasing gradient بس negative برضو gradient، يعني which means ان انا ابتديت بسبيد عالية وهقل، بس دوست على الفرامل جامد لقيت العربية بتقف بسرعة مني وانا اتنطرت لقدام فقمت شايل رجلي شويه من على الفرامل، شايل رجلي شويه من على الفرامل، شايل رجلي شويه من على الفرامل، فطلع الجراف شكله كده. كل تايم انترفال الديكريس ان سبيد قل، انا كنت بديكريس كده في الاول وفي الاخر ديكريس الحته دي بس كسبيد. فانا دلوقتي عندي ديكريسنج ديسيليريشن، الجريدينت بيقل، اللاين بينام، بس الجريدينت نيجاتيف باصص كده. فانا كده فهمت عامه الجريدينت ازاي استخدمه عشان اترجم سبيد تايم جراف وكمان ديستنس تايم جراف. بس الفرق الجديد عندي دلوقتي ان انا اقدر امونيتور تشينجينج اكسلريشن كمان، ديكريسنج انكريسنج اكسلريشن ديسلريشن، الاثنين ينفع يكونوا بيتغيروا. في حاجه كمان زياده في موضوع السبيد تايم جراف مش موجوده في الديستنس تايم جراف، ان انا اقدر استخدم حاجه اسمها اريا اندر ذا جراف. يعني ايه اريا اندر ذا جراف؟ الاريا اندر ذا جراف هي الاريا اللي محشوره ما بين اللاين بتاع الكيرف او الستريت لاين او ايا كان والاكس اكسس. يعني انا كاني باخد الاريا دي كلها واقول ان دي اسمها الاريا اندر ذا جراف. طيب خلينا ناخد اكزامبل سهل كده. لو انا عندي دلوقتي قلت لك ان انا مشيت بسبيد 5 وكنت اكسلريتنج يونيفورملي لغايه اما وصلت للسبيد 10 والتايم انترفال اللي انا اخدته ده كان مثلا 10 سكند، ده سبيد تايم، قلنا ده بس في السبيد تايم مش في الديستنس تايم. لو انا جيت اشوف الاريا اللي تحت دي شكلها ايه، اقول ده شكل ترابيزيوم. الترابيزيوم الرول بتاعت الاريا بتاعته افريج بيز، يعني بيز 1 بلس بيز 2 اوفر 2 تايمز الهايت. طب مين من دول بيزز ومين من دول هايتس في السايدز بتاع الترابيزيوم؟ قال لك اللي parallel لبعض هم البيزز، يعني two sides دول اللي هو b1 مثلا ب10 وb2 ب5، والهايت هو اللي عامل 90 degrees مع البيزز دول which means اللي هو ال10 ده الهايت. طيب لما اجي اعوض دلوقتي اقول ان انا عندي 10 plus 5 over 2 في 10. طيب 10 plus 5 ب15 over 2 ب7.5، 7.5 في 10 ب 75 meters. ليه meters؟ انا قلت ان دي equals the distance. طب انا عندي دلوقتي ازاي عرفت ان دي distance؟ لو انا قلت لك ان انا باخد اليونتس بتاعت اللي انا حسبته، base 1 كان بالمتر per second، base 2 كان بالمتر per second، والهايت ده كان بالسكند. لو انا عملت حاجه بالمتر بير سكند بلس حاجه بالمتر بير سكند اللي يطلع لي تكون اليونت بتاعته برضو متر بير سكند، زي ما كنت بقول لك ان انت عندك 3 اورنجز وزودت عليهم 5 اورنجز يبقى اللي عندك في الاخر 8 اورنجز برضو. فانا اليونت زي ما هي لما باجي اعمل اديشن او سبتراكشن باي ذا واي.
طيب المهم ان انا عندي دلوقتي يونت meters per second، ضربتها في الهايت اللي هو اليونت بتاعته second. لو انا عملت meter over second times second، الاقي second راحت مع second وتبقى لي اليونت meters اللي هي اليونت بتاعت distance. يبقى انا عندي حاجة مهمة جدا، الdistance ممكن اجيبها بالarea under the graph. والarea under the graph قصدي بيها ايه؟ لو انا عندي line شكله ايا كان شكله، بقول ان الاريا اللي هي ما بين اللاين ده والاكس اكسس، يعني الاي الاكس اكسس عند الواي اكسس بزيرو، لما تكون الواي بزيرو هو ده الاكس اكسس بتاعي، فانا اجيب كل الاريا دي، يبقى انا كده جبت ديستنس اللي انا مشيتها. فانا عندي كام انفورميشن لازم اعرفها عن السبيد تايم جراف؟ 2، سلوب او جريدينت هو الاكسلريشن، والاريا اندر ذا جراف هي الديستنس اللي انا مشيتها. طب خلينا ناخد منظر برضو لموشن في سبيد تايم جراف ونحاول ننتربرت اللي بيحصل. عندي في الواي اكسس سبيد بالمتر بير سكند فور اكزامبل، وعلى الاكس اكسس تايم بالسكند بقى. طيب قلت لك ان انا عندي دلوقتي الموشن شكلها كده، عندي سكشنز برضو من هنا لهنا، مثلا هنسميها اي بي، بعد كده سي هنا، بعد كده دي هنا، من الحته دي هوريزونتال لاين لغايه اي، بعد كده لغايه هنا في اف، هنا في النهايه دي، ده كان كده ستريت لاين لغايه جي، بعدين كيرف طويل كده لغايه اتش، وبعدين اي. طيب دلوقتي انا عايز اعرف التايبس اوف موشن في كل بارتيشن من دول. انا عندي هنا الجريدينت بتاعي كان بيزيد وكان بوزيتيف، وكمان واضح ان السبيد بتزيد على الواي اكسس، فمبدئيا ده acceleration، بس ده increasing acceleration لان gradient بيزيد والgradient هو الacceleration عندي. طب في الحته دي انا عندي gradient ثابت وpositive، gradient هو الacceleration، فانا عندي الacceleration constant او عندي uniform acceleration. هنا السبيد لسه بتزيد، الواي اكسس لسه عماله تطلع لفوق، الجريدينت بس بيقل بس لسه بوزيتيف، فانا اكسلريتنج، فانا ده ديكريسنج اكسلريشن، عشان ده ديكريسنج بوزيتيف سلوب او بوزيتيف جريدينت. في الحته دي الجريدينت بزيرو بس السبيد مش زيرو، يبقى انا ماشي بكونستنت سبيد. الحته دي انا السبيد ابتدت تقل، الجريدينت نيجاتيف وكمان increasing. طب عرفت ازاي ان gradient بيزيد؟ ان اللاين بيقف، كان نايم كان horizontal وبقى more vertical، بقى اقرب انه يكون vertical، which means ان انا عندي دلوقتي increasing deceleration. طب عرفت منين ان deceleration؟ اتأكد يعني غير ان gradient negative، بص على الواي اكسس هتلاقي البوينت اللي فوق دي هي دي السبيد العالية، والبوينت الاف دي هي السبيد القليلة، واي كانت قبل اف، يعني رحت من سبيد عالية لسبيد قليلة، يبقى انا ديسيليريتنج، بس الديسيليريشن بتاعتي كانت بتزيد، يعني بفرمل عمال ادوس فرامل اكتر. طيب هنا الجريدينت كونستانت بس نيجاتيف، السبيد بتقل، يعني انا عندي دلوقتي كونستانت او يونيفورم ديسيليريشن. الحتة دي انا ستيل ديسيليريتنج، الجريدينت نيجاتيف، بس اللاين بينام كان واقف وبعدين بقى horizontal، which means ان gradient بيقل. طب decreasing gradient يعني decreasing acceleration، بس هسميها هنا decreasing deceleration عشان السبيد بتقل. طب اخر point دي، اخر point هنا gradient بزيرو لان انا horizontal line وكمان السبيد بزيرو، دول يعملوا لي تجميعة كده بتقولي ان انا at rest او stationary، واقف ما بتحرك. اوكي هنا انا عندي اكزامبل لسبيد تايم جراف بتاع موشن معينه، وطالب مني شويه حاجات. قلت لكم مثلا ان انا عايز اعرف في الاول الاكسلريشن في الجراف ده بكام. اجي ادور في الجراف ده انهي بارت عملت فيها اكسلريشن، اشوف البارت اللي عندها السبيد زادت، الاقي دي البارت اللي حصل فيها اكسلريشن، ستريت لاين ببوزيتيف جريدينت. طب افكر هو انا ازاي بعمل اكسلريشن او بجيب اكسلريشن من speed time graph، اقول له على طول ال acceleration equal gradient، وعشان اجيب gradient محتاج 2 points عشان اعمل y2 minus y1 over x2 minus x1.
هاخد مثلا ال 2 بوينتس دول، اعتبر ان دي بوينت 2 ودي بوينت 1، 2 اللي على اليمين و1 اللي على الشمال. هلاقي ان 2 الاكس اكسس بتاعتها 5 و1 الاكس اكسس بتاعتها 3، فانا هعمل هنا 5 ماينس 3 اللي هما x2 ماينس x1، وفوق هعمل ال y2 ماينس ال y1. ال y2 في النص ما بين 15 و 20 يعني 17.5، والx1 ب 10 سهله موجوده على الجراف على جريد معروف. طيب دلوقتي نحسب الجريدينت بتاعنا يطلع كام. الجريدينت يطلع 3.75. طب اليونت ايه يا مستر؟ اقول لك دي اكسلريشن، الاكسلريشن يونت بتاعتها متر بير سكند سكوير. طيب طلب مني حاجه ثاني، قال لي الديسلريشن بكام. ادور فين في الجراف على الديسلريشن، اقول الديسلريشن اللي كان عندها السبيد بيقل، which means البارت الأخرانية دي. طب ما أنا deceleration هي هيها الacceleration، فأنا هقول له برضو acceleration equal gradient. طيب الgradient بتاعي محتاج 2 points، هقول إن أنا عندي أدي point الأولانية point 1، أدي point التانية point 2. طيب ال y axis بتاعت point التانية عندي 0، ال y axis بتاعت point الأولانية عند 17.5، فأنا هعمل 0 minus 17.5. y2 minus y1. ال x axis بتاع 2 عند 10 seconds، ال x axis بتاع 1 عند 8 seconds، فهلاقي برضو ان انا عندي طلع ال deceleration بتاعي، فهلاقي ان انا عندي ال deceleration بتاعتي طلعت ب 8.75 meters per second squared، بس ال gradient ده طلع لي negative value، لما عملت 0 minus حاجة طلع لي نيجاتيف. اقول لك لان انا بحسب اكسلريشن مش بحسب ديسلريشن. طب لما اجي اكتب الانسر، يعني لما هو يقول لي ديسلريشن وجنبها ايكوال، او يكتب لي نقط كده، اكتبها له ازاي؟ هاخد الرقم بس الماجنيتيود من غير النيجاتيف، هي نيجاتيف اكسلريشن بس انا مش عايز الاكسلريشن، انا عايز الديسلريشن بكام. اكتب 8.75 من غير النيجاتيف ومتر بير سكند سكوير، يبقى دي الانسر بتاعتي على طول. فانا هحسب الجريدينت عادي، جريدينت عادي، في الكيس دي جريدينت طلع نيجاتيف، بس لو هو كان قال لي الاكسلريشن بكام كنت هحطها بالنيجاتيف بتاعتها، لو قال لي ديسلريشن بكام هشيل بس النيجاتيف واحط الرقم ليه. طيب اخر حاجه طلب مني الاريا اندر ذا جراف، اللي هي قصده يعني الديستنس، طلب مني الديستنس اللي انا مشيتها كلها على بعضها بكام. طب عشان اجيب الديستنس محتاج اريا، بس هلاقي الاريا بتاعتي كومبلكس شويه. طب احل موضوع ان الاريا كومبلكس ازاي؟ اقسم الاريا بتاعتي لحاجات انا عارفها. فور اكزامبل لغايه هنا الاريا بتاعتي شكلها ريكتانجل، من اللاين اللي انا رسمته دلوقتي لغايه اللاين الثاني ده انا عندي شكل ترابيزيوم، فانا عندي اريا ثانيه. من اول اللاين ده لغايه هنا ده شكل ترابيزيوم تاني، او سوري ريكتانجل تاني. اخر واحد ده شكله تريانجل. فانا بقى عندي دلوقتي اشكال اعرف اجيب الارياز بتاعتها بسيطه. طيب ناخد الجزء الاولاني هسمي دي A B C D. ناخد الاريا بتاعت A الاول اللي هي ريكتانجل. الريكتانجل ده الهايت بتاعه 10 والويدث بتاعه 3، فانا اقول ان انا عندي 10 تايمز 3، دي اول اريا، واعملها بلس الاريا اللي بعدها. الترابيزيوم اللي بعده عندي البيزز اللي هما فيرتيكال، ده وده دول بارلل لبعض 10 و 17.5، فانا هعمل 10 بلس 17.5 اوفر 2، وهضرب كل ده في الهايت اللي هو الحته دي البربنديكولار عليها اللي هي 2 سكند. وبعدين اشوف الريكتانجل اللي بعده، هقول ان انا عندي الهايت لغايه هنا 17.5 والويدث بتاعي من 5 لغايه 8 يعني 3، وهزود عليه كمان الاريا بتاعت الترينجل اللي في الاخر هاف بيس تايمز هايت، يعني هاف تايمز البيس بتاعي من 8 ل 10 يعني 2، الهايت بتاعي كان لغايه هنا يعني 17.5، واشوف الاريا دي كلها على بعضها تطلع كام متر. تطلع الديستنس كلها على بعضها 127.5 meters، ودي الانسر بتاعتي.
فانا كده فهمت ازاي بتعامل مع السبيد تايم جراف، سواء بالجريدينت عشان اجيب اكسلريشن او ديسلريشن، ولو قال لي ديسلريشن الجريدينت هيطلع بالنيجاتيف بس انا هكتبها بالبوزيتيف واليونت متر بير سكند سكويرد. وعرفنا ازاي نجيب الاري اندر ذا جراف، بقسم الجراف لكذا بارت لو الجراف صعب يعني في اشكال انا ما اعرفهاش، فهقسم كذا بارت براحتي خالص، هقسم البارتس بالاشكال اللي انا عايزها، وفي الاخر هجيب برضو الاريا اندر ذا جراف بان انا اجمع كل الارياز اللي انا جبتها. خلينا نروح بس نشوف افكار صعبه شويه بتيجي في جرافس، لان ساعات بيجي لي جرافس شكلها عجيب شويه، الكيرفز الغريبه والاشكال الغريبه اللي انا ولا بعرف اجيب لها سلوب ولا بعرف اجيب لها اريا اتعامل بيها ازاي. خلينا ناخد الاول موضوع السلوب. لو انا عندي كيرف، ايه اللي يحصل لو انا عندي كيرف؟ اللي انا اعرفه ان انا بيبقى عندي ستريت لاين باخد له 2 بوينتس عاملين انترسكشن كويس مع جريد، واخد y2 minus y1 على x2 minus x1 وخلاص. بس هنا انا ما عنديش ستريت لاين، طب اعمل ايه لو قال لي مثلا ان انا الاكس اكسس متقسم 2 4 6 8 وهكذا، وانا عايز عندي 6 السلوب بكام؟ فور اكزامبل قلت لك ان انا ده ديستنس تايم، قلت لك ان عند التايم 6 عايز اعرف السبيد بكام. طب انا السبيد هنا هي السلوب. اقول لك تعمل ايه بقى؟ ترسم تانجنت للكيرف عند ال6، يعني هتروح عند ال6 سكندز كده وتشوف هنا في الحته دي لو رسمت تانجنت، يعني هتحط المسطره بتاعتك وتخليها لمسه الكيرف بحيث ان الانجل من الناحيه دي مع الكيرف قد الانجل من الناحيه دي مع الكيرف. بعد ما ترسم التانجنت جيب بقى السلوب بتاع التانجنت. ما هو السلوب ده يعني الميله في الحته دي قد ايه؟ الميله هي الميله بتاعت التانجنت، which means دلوقتي هتدور في التانجنت بتاعك على 2 بوينتس عاملين انترسكشن كويس مع جريد، فور اكزامبل ال 2 بوينتس دول، وتقول ان انت عندك y2 minus y1 على x2 minus x1. فانا لو عندي كيرف وعايز اجيب الجريدينت بتاعه برسم تانجنت واجيب السلوب بتاع التانجنت، اجيب الجريدينت بتاع التانجنت ازاي؟ برضو y2 minus y1 على x2 minus x1، كان عادي بجيب تانجنت عادي، سوري بجيب جريدينت عادي. طيب افرض ان انا جاب لي جراف سبيد تايم وقال لي ان انا عايز الديستنس، which means ان انا عايز اجيب الاري اندر ذا جراف، بس الجراف كان شكله عامل كده مثلا. الجراف ده في بارت سهله بالنسبه لي اللي هي من هنا لغايه هنا، دي ستريت لاين، فالاريا اللي تحتها ريكتانجل. طب الاريا اللي قبلها بقى، الحته اللي قبلها دي، ده كيرف ولا هو كيرف؟ انا عارف الايكويشن بتاعته، ولا هو كيرف مثلا بتاع ربع دايره، فاقول مثلا دي كوارتر اوف ا سيركل، فاقول ان ده الراديوس، اكتشف ان الحته دي مش قد الحته دي، يبقى ده مش دايره اصلا. طب اعمل ايه في كيس زي دي؟ في طريقه من اتنين. الطريقه الاولانيه ان انا هقسم الجراف بتاعي equal time interval، for example من هنا لهنا 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 لهنا. طب بعد ما بجيب التايم انترفلز دي اطلع بلاينز كده لفوق، بعدها بقى حول لي اللاينز دي لارياز ازاي؟ وصل ستريت لاين ما بين كل بوينت عملت فيها انترسكشن واللي قبلها، يعني كده كده اخر حته دي اوريدي كانت ستريت لاين، فانا مش محتاج احولها. فبقى عندي دلوقتي في الاول عندي اريا اوف تريانجل، بعد كده عندي اريا اوف ترابيزيوم، اريا اوف ترابيزيوم، اريا اوف ترابيزيوم، اريا اوف ريكتانجل. باي ذا واي الطريقه دي او الميثود دي بنسميها ذا ترابيزيوم رول، عشان غالبا بتطلع لي اغلبيه الارياز في النص ترابيزيوم. طب انا دلوقتي هعمل ايه بعدين؟ هحسب الاريا بتاعت A و B و C و D و E واجمعهم بلس بعض كده جبت التوتال اريا بتاعتي. بس تقول لي يا مستر انا الحته دي مش اكيوريت، ليه؟ كان في الارياز اللي انا بنقطها دلوقتي دي انا ما خدتهاش معايا، مش ميز ان الاريا اللي انا بحسبها اقل من الحقيقي. اقول لك مش مشكله، بيبقى سامح بالرينج ده جوه الامتحان انك تبقى تعتبره ان هو رينج اوف اكسبيرمنتال ايرور، يعني فهو هيقبل الانسر بتاعت الترابيزيوم رول، مش هيتضايق منها خالص. طب انت قلت لي مثلا ان كان في طريقه تانية، قلت لك انا ممكن اختصر واعمل وان لاين
For example هنا هيكون horizontal لأن الكيرف واقف. لما يكون الكيرف واقف كده vertical شوية أعمل line يقطعه كده horizontal. طب اللاين ده هيقطعه فين بالظبط وهعمل إيه بعد كده؟ أنا هرسم horizontal line على أساس المربعات بتاعت الجريد. يعني هرسم من واحد من المربعات دول، واحد من اللاينز اللي هوريزونتال دول ستريت لاين هوريزونتال. طب الستريت لاين ده هختاره بحيث ايه؟ اقول لك بحيث مثلا انه يعمل تقسيمه للجراف. ايه التقسيمه دي؟ جزء تحت اللاين جزء فوق اللاين. فانا هاخد الاريا اللي تحت اللاين. بس تقول لي يا مستر الحتة اللي هنا دي، خلينا نعمل لها هايلايت. الحتة اللي هنا دي كانت المفروض اخدها معايا ولا المفروض ما اخدهاش معايا؟ انا اخدتها في الاريا لانها كانت تحت اللاين، بس هي اصلا ما كانتش under the graph، فانا كده زودت اريا من عندي. طب تقول لي برضو بص على الاريا اللي فوق دي، الاريا اللي فوق دي كانت under the graph بس انا ما خدتهاش معايا. أمال مين الاريا اللي انا خدتها معايا وكانت صح؟ اقول لك الاريا دي، كل الاريا دي كانت صح والباقي في مشاكل. تقول لي طب ايه المشاكل بتاعتي يا مستر لما اجي احسب الاريا؟ انا باي ذا واي لما اجي احسب الاريا انا هحسب الاريا بتاعت البيربل واليلو اللي هو ريكتانجل، فبقت سهله هايت اوف ويدث وخلاص او لينث اوف ويدث. بس تقول لي هختار اللاين اللي انا رسمته ده على اساس ايه؟ اقول ان عند الحتة دي بالنظر كده هخلي الاريا دي اللي هي البيربل قد الاريا دي اللي هي بالبلو شوية، يعني بالنظر مش اكير. يعني فور اكزامبل هترسم لاين هتلاقي الحتة اللي فوق صغيرة قوي بالنسبة للحتة اللي تحت يبقى ترفعها لفوق، هتلاقي الحتة اللي تحت صغيرة قوي بالنسبة للي فوق يبقى ترفعها، هي نفس الفكرة. طب لو لقيت الحتة اللي تحت هي الكبيرة والحتة اللي فوق هي الصغيرة يبقى نزل تحت، نزل اللاين تحت. هتفضل تحرك اللاين على الجريد على البوينتس دي لغايه اما تلاقي لاين شكله ينفع انك تستخدمه. فور اكزامبل هنا انا شايف ان الحته دي اكبر من تحت، فانا هضطر اطلع اللاين 1 ديفيجن، يعني فور اكزامبل هرسمه من هنا وبعدين احسب الاريا، الاقي ان الاريا اللي فوق بقت تقريبا قد الاريا اللي تحت، وبرده ستيل انا بحسب اريا اوف ريكتانجل فبقت سهله ولا ترابيزيوم رول ولا بتاع. بس لو انا مش ضامن ان عيني تظبط موضوع ان الاريا اللي بره تبقى قد الاريا اللي جوه اللي انا خرجتها تبقى قد اللي انا دخلتها، فانا هكون في السيف سايد واستخدم الترابيزيوم رول.